عناوين الصحف اللبنانية لليوم الاثنين 14 من آب 2023. صحيفة النهار: الطائف مقابل المقاومة، أحدث معادلات الحزب، جيش وشعوب ومقاومات. الجلسة التشريعية الخميس رهن مشاركة تكتل لبنان القوي الذي لم يتخذ قراره بعد. صحيفة نداء الوطن: مصادر فلسطينية، شاحنة الكحال كانت متجهة إلى عين الحلوى. التوتر حول السلاح يتصاعد، والراعي لا عيش مع أكثر من دولة. بعد سلامي الدور على مصرفيين فاسدين. صحيفة الجمهورية: التيار للتفاهم والحزب قبل إيلول، ضغوط تصاعدية تفتح باب التسوية. التدقيق الجنائي أكد المؤكد، لا أكثر ولا أقل. صحيفة اللواء: شاحنة الكحال تحول التمديد لليونيفيل إلى معركة قاسية. مهاترات المثلية تفضح المستور، وأول تحد لمنصوري الرواتب بالدولار. من خضة الكحال إلى فضائح سلامي. صحيفة الأخبار: الوهم، قصة 7 سنوات من تضليل العدو. إعادة فتح السفارة السعودية في طهران، الرياض تواصل معاندة واشنطن. تحشيد أمريكي ورسائل روسية، حرب تصعيد بتوقيع داعش. صحيفة الديار: عودة أمريكية ضاغطة تعدل في المسار الرئاسي، والثنائي مستمر بفرنجي. اتفاق متوقع بين التيار الوطني الحر وحزب الله قبل منتصف إيلول. التدقيق الجنائي إدانة للسلطة، 48 مليار دولار تمويل الدولة من المركزي. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.